كرم لاحمد الموجي. ما تقدرش تصور انا فرحان اليوم مشارك في هذا المهرجان ومشارك في هذا مديت صوتي لهذا المشروع، مديت صوتي للشباب، مديت صوتي للعالم، مديت صوتي لمصر ام الدنيا. مصر ليش؟ من مصر العالم كله عارف، مين ما يعرفش مصر؟ كل حتى الارض، حتى الانجرام بتاع الارض، الكره الارضيه عارف مصر. مصر هي وهي من الحضاره، من الحب، الدنيا، السلام، كل من مصر. هي كما نقول، سامحني بالاعتبار تاعي، كما في الجزائر، كما كان عندنا مشاكل، الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب. الان لازم نرفع الصوت. الحمد لله ربنا طبعا بعد العشريه السوداء بتاعت الارهاب، اللي هي العشر سنوات السوداء اللي راح ضحيتها. شو سبحانك يا رب، عشر سنوات ليكم، عشر سنوات لينا احنا كذلك. صحيح، مئات الالاف من الشهداء. عشرة عشرة، شوف سبحانك يا رب. قلت لي انا كنت حاس على مصر خمسة سنين او ست سنين، قلت لي عشرة، في الجزائر عشرة سنين كذلك. صحيح. انا كما قلت كما الاغنيه اللي مشيت لتونس وقلت لله يا جزائريه وردت الروح، قلت يروح الغيم وعندنا السمش. عنا سبحانك يا رب، ربي اعطانا ضوء كبير. صحيح. وهذا الضوء الكبير العالم حاسس بيه في مصر دلوقتي؟ يا سيدي. اه. يا سيدي، أنا الآن راني كي جيت يمكن نجي القاهرة وكل شيء، نحس روحي يعني من زمان التسعينات، من كنت نجي القاهرة. يعني حسيت نفسي دي القاهرة رجعت، وان شاء الله حتقعد كما كانت زمان، والقاهره تقعد ام الدنيا، والقاهره تقعد حب الدنيا، والقاهره تقعد ان شاء الله من السلام لكل العرب، كل المسلمين، ويكون فيها تجمع وحب الدنيا ان شاء الله. انا هعيط، انا مش قادر. من مصر، من مصر تروح للعالميه. علاش انا نهار اللي عملت الاغنيه مع سي يعقوب، لهنا عملت الاغنيه نتاع وحده بوحده، صممنا انا ويعقوب، سي يعقوب صممنا، قلنا الخروج تاع هذه الاغنيه وحده بوحده من ارض مصر تنطلق للعالميه.